بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحية تستمر والانطلاق يتجدد مع شوطنا الشوط الرابع عشر والمخصص أيضا للجعدان فيت مهجنات الأصايل، أيضا فيت الانتاج والمنتجين تستمر هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا أيضا التحية التي دائما تستمر في كل شوط من أشواط الخير والبركة. على البركة مشاهدينا متابعينا الكرام، مسير على المقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا اللحام الرقم 19، هنا أيضا أو 16 أيضا سعيد بن محمد بن مصلح الإحبابي من يتقدم على البداية الأولى على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. أتابع المركز الثاني، وصل هناك أيضا مغادر حميد بن سالم بن علي الوهيبي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما انتقل مباشرة على المركز الثالث. هذا هو مكلف حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي على المركز الثالث. هناك أيضا من يتواصل على الثالث المراكز. انتقل نقلة مباشرة مميزة هنا ما بين الأسماء الجميلة التي دائما تصول وتجول في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجن. أيضا المركز الثاني بدأ الدخول مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات من هذه الأسماء المميزة. هنا أيضا مكلف حميد بن عبد الله بن حميد الشامسي، بينما اللي تدخل المركز الثالث وصل أيضا فراج سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، وهناك أيضا شعار رقش بن طبازة بالدودة العامري أيضا يتواجد مع صلب المنافسة ويتسلل على البداية في هذه اللحظات مع التبر مبارك بن رغاش بن طبازه بالدود العامري، بينما وصل الشبابي سيب بن عبيد بن غنام المزروعي على المركز الاول في هذه اللحظات. انتقل مع المركز الثاني مكلف الحميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث على الوصول والتقدم ايضا من لحام رقم 17، نعم التبر مبارك بن رغاش بن طباز العامري واللي خذ المركز الرابع. هذا هو هناك ايضا معرب سعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي واللي خذ المركز الخامس، وصول من مفدع محمد بن راشد بن تريس الظاهري. والمركز السابع مكلف حميدي بن عبد الله بن حميد الشامسي، والمركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام الدخول هناك ايضا من ايضا حامل رقم 3 ايضا فراج سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز ثامن المراكز وصل شلهوب حميد بن محمد المنصوري. والمركز التاسع وصل الطاير ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. والمركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام شعار ايضا بن يزرف في هذه اللحظات، من يتدخل في هذه اللحظات بهذا الشعار المميز واللي حامل رقم 1 ناصر بن طوير بالمرة العامري مع مشوش. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة بشعارات مختلفة. أعود إلى البداية الأولى، مغادر 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 حميد بن سالم بن علي الوهيبي هناك أيضا يتواصل على الصدارة الأولى مع المركز الأول. سلالة مغادر هنا، سلالة الطاير واللم زعفرانه غني دائما عن التعريف، انتاج المختبر هنا في يوم الاختبار. هذا هو يوم الاختبار على البدايه الاولى. انتقل مباشره مع المركز الثاني ايضا معرب، وصل سعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي، بينما المركز الثالث وصل هناك ايضا الشبابي سيف بن عبيد بن غنام المزروعي على المركز الثالث. تابع المركز الرابع، وصل وتقدم مشوش ناصر بالطوير بالمر العامري اللي اخذ المركز الرابع. تابع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل الطاير ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، وصل ايضا هذا الشعار، وصل هذا الشعار هنا ايضا الغني دائما عن التعريف بانجازاته وصولاته في ميادين دوله الامارات وخارجها، بينما هناك ايضا شلهوب حميد بن محمد بن فريش المنصوري يتقدم شعار بن فريش، بينما هناك ايضا الوصول من الفارس علي بن محمد ايضا
اليربوعي من يتواجد في هذه اللحظات، فراج سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي خذ المركز الثامن، ايضا شعار رقش من الجانب الايمن خذ المركز التاسع، المركز العاشر هذا هو مجد هنا ما يبنى لطاري الا في هذه اللحظات سعيد بن سهيل العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. اعود الى البداية، اعود الى الصدارة والمقدمة مع المركز الاول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عودة الى الصدارة، هذا هم غادر، هذا هم غادر على الصدارة والمقدمة مع المركز الاول. مغادر 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 السلالة الغنية دائما عن التعريف، حميد بن سالم بن علي الوهيبي، اهالي السلطنة، اهالي السلطنة، ياهي يا مالي الوهيبي، ياهي يا مالي الوهيبي، هناك ايضا امال اهالي السلطنة، هناك مع انطلاقة مغادر على البداية الاولى. المركز الثاني ايضا معرب، سعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي خذ المركز الثاني بينما مشوش تدخل مشوش ناصر ابو الطوير بالمر العامري على المركز الثالث. الله يا سلام، شوفوا من القادم هناك ايضا طماع طماع طماع، موسى بن عبد الرحمن بن محمد شلوي يتواجد في هذه اللحظات على المركز الرابع هنا. الله، الامور في خطر، الامور في خطر ما بين هالاسماء، لمن ناموس هذا الشوط؟ اعود الى البدايه الاولى، اعود الى الصداره الاولى مع المركز الاول. هناك ايضا مغادر على الصداره، مغادر بدا يقادر على هناك ايضا بدايه هذا الشوط. هذا هو حميد بن سالم بن علي الوهيبي يتواجد على الصداره الكل والاخير والخطير والمثير. ايضا بدينا في الهبوط التدريجي نحو خط النهايه، المنصه بانت يا الوهيبي، المنصه بانت يا الوهيبي، شد العزم يا الوهيبي مع مغادر على الصداره. الله، ولعت ما بين هالاسماء، ما بين هالشعارات، هذا هو معرب ولكن هناك مشوش ووصل. الله، شلهوب، وصل شلهوب شعار بن هريش المنصوري على المركز الرابع، وهناك ايضا عالي محمد بن حبلوت بن سلطان الاكتبي، ولكن خلوني مع سلالة المختبر على البداية الاولى مع مغادر. مغادر مغادر اسم على مسمى ما شاء الله على البداية الاولى. سلام يا سلطنة، سلام يا سلطنة، سلام يا ابو سالم، تسلم يمينك ابو سالم على تقديم هذه النوعيات. مغادر مغادر مغادر، سلالة الطاير، سلالة الطاير غنية عن التعريف. تهانينا تهانينا، والناموس هناك ايضا لهذا ايضا الشعار احمد بن سالم بن علي الوهيبي هناك ايضا. وسلام للسلطنه، وسلام، سلام بديه، سلام سلام يا الواصل بالخصوص والغبره هناك ايضا على فوز مغادر. تهانينا والناموس المركز الثاني. لحظات وصول هناك ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام، ايضا شعار ايضا حميد بن محمد بن فريش المنصوري المركز الثالث، وصل ايضا وتقدم سعيد بن محمد مصلح الاحبابي واللي وصل هناك مع المركز الرابع. محمد بن حبلوت بن سلطان الاكتبي معالي، والمركز الخامس مشوش ناصر بالطوير بالمرة العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للخمسة المراكز الأولى، والتهنية ذهبت هناك أيضا محمد بن سالم بن علي الوهيبي، وسلام هناك أيضا للسلطنة وبالخصوص أهالي بدية أيضا على فوز مغادر. التوقيت 9:24:3 من الثانية، بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام اللي حل المركز الثاني شلهوب حميد بن محمد بن فريش المنصوري، والتوقيت الزمني أيضا المرافق ايضا بطلب شلهوب 9 دقائق. بلا شك هناك ايضا لحظات وصوله وعبوره الى خط النهايه، و32 وفاء وتماما وكمالا، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا هناك معرب سعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي مع المركز الثالث، والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا واضع على الشاشه هنا ايضا، فتهانينا والنمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية.